بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي في فرج. نحن نفهم من بعض المستحبات إخواني أخواتي أن الذي يريد أن يدخل في بحر الصلاة بقوة وبإقبال لابد أن يعتني بالمقدمات اللاحقة السابقة للصلاة. إنسان يأتي ومن دون توجه ويكبر طبيعي قد لا تفتح له الأبواب. حتى هذه الأيام لقاء الشخصيات المهمة في العالم المهمة ماديا، هنالك مراحل حتى الإنسان يلتقي بتلك الشخصية، فكيف بلقاء جبار السماوات والأرض؟ ومن هذه المقدمات، هنا بيت القصيد، من هذه المقدمات الإتيان إلى بيوت الله عز وجل قبل الأذان ولو بفترة قصيرة. المعروف والمجرب الذي يأتي إلى بيت من بيوت الله عز وجل وقبل الأذان، هذا أولا علامة الشوق. إنسان يدعوك إلى بيته فتذهب في وقت مبكر، طبيعي أن هذا الذهاب المبكر دليل على أن هنالك شوق في البين. إذن الذهاب إلى المسجد مبكرا من علامات الشوق. وثانيا إخواني كونوا معي في هذه الفقرة جيدا، هنالك فرق بين الواجب وبين المستحب. الواجب واجب، الإنسان قد يأتي بالواجبات خوفا من غضب الله عز وجل أو طمعا في جنته، ولكن بالنسبة إلى المستحبات صحيح هو مستحب، ولكن الذي يأتي بالمستحب لا يأتي بداع الخوف. أي خوف في البين؟ المستحب هو الفعل الذي إذا قام به العبد أثيب، وإذا ما قام به العبد ما عوقب. إذن المستحب، امتياز المستحب أنه ليس فيه خوف، طبعا فيه طمع ولكن ليس فيه خوف. وعليه التقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات، من الممكن أن نقول من هذه الزاوية أقوى من التقرب بالواجبات. وعليه ركعتان بعنوان تحية المسجد. الآن البعض يسأل، وهل المسجد موجود حي حتى يحيى؟ نحن نحيي من؟ نحيي من يفهم. المسجد عبارة عن أرض وعبارة عن بناء، فنحيي من؟ الجواب هنا أن هنا تقدير، لعله تقدير محذوف، هنالك الملائكة الموكلة بالمساجد. لكل مسجد، المساجد ليست أقل من الأشجار. للملائكة هنالك ملائكة الثمار وملائكة الحبوب لعله، فبيت الله عز وجل أولى بهذه الملائكة. وقد رأيت بنفسي نصا أن في يوم الجمعة الملائكة تقف على الأبواب وتسجل أسماء الداخلين، الأول فالأول، أول من جاء إلى المسجد في أول القائمة ومن تأخر في آخر القائمة. اللطيف هنا الرواية هنا، فإذا قام الخطيب وتكلم طووا صحفهم تأدبا للمتكلم وهو الخطيب. هؤلاء هذه الملائكة تطوي صحفها حتى تسمع كلام المتكلم. فعليه ركعتان التحية، إما بمعنى ملائكة المساجد، وهنالك قول آخر ما المانع أن نحيي المسجد وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هنالك معنى من معاني التعقل نحن لا نفقهها، كما يقول القرآن الكريم لا تفقهون. نعم هنالك روح نحن لا نلامس هذه الأرواح، الكعبة لها روح، ولهذا نحن عندما نقف أمام الكعبة نحيي الكعبة. الحمد لله الذي عظمك وشرفك وجعلك مثابة للناس وأمنا.
فإذا ركعتان قبل الصلاة الواجبة من موجبات انفتاح أبواب السماء. كلمة أخرى قبل أن ننهي الحديث، هنالك فرق بين المستحب والواجب. الإنسان في الواجب يراعي مخارج الكلمات لأن هنالك فريضة، يراعي حركته في الصلاة لئلا تسلب منه الطمأنينة. إذن عينه على الظاهر وعينه على الباطن فيتوزع اهتمامه. أما المستحب أنت معفي عن هذه الدقة، ولهذا تجوز الصلاة مستحبة ولو من دون سورة، ولو من دون سورة تقرأ الحمد وثم تركع وتسجد. إن أخطأت في قراءتك لا ضير عليك، هي هذا مستحب، ولا بد الإخوان سمعوا بصلاة الماشي في الفريضة لا يحق لك أن تحرك بدنك، ولكنك في حال المشي لك أن تصلي قربة إلى الله تعالى. وقد قلنا للإخوان في موسم الحج أو العمرة هنيئا لمن طاف حول البيت 7 أشواط وهو يصلي صلاة الماشي أو الطائف ويختم القرآن في صلاة هذه، يقرأ السورة، يقرأ الحمد وجزء من السور، ولعل البعض قام بهذا العمل، صلى وقرأ القرآن ختمة كاملة وهو في حال الطواف حول بيت الله الحرام. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الذاكرين. والفاتح.